الرومانسية عشان انا كنت بحب البيانو جدا، كنت موهوبة فيه من وانا طفلة صغيرة خالص وانا بعزف بيانو. انا من زمان حابة الموضوع الفن ده، فانا كنت عاوزة ادخل كونسرفاتوار عشان بحب البيانو قوي من زمان. يعني انا كنت حابة البيانو من زمان، فانا كنت من نفسي ادخل بيانو، فلقيت الكونسرفاتوار فقلت ادخل واجرب الموضوع. كانت قبل كده مسابقة شوبان العالمية وكسبتها انا وزينة، واللي كسب مركز اول كان هو ليه جايزة ان هو سافر بولندا، وانا خدت المركز الاول وهي خدت المركز الثاني. بعزف كمانجا وانا حبيتها وانا صغيرة. يعني انا في معهد كونسرفاتوار كنت بدرس بيانو وانا صغيرة، ولما كبرت حولت وبقيت ايقاع بدرس عشان انا حابة الموضوع. غني اكتر لمين؟ مبدئيا هو بيكون في امتحان قدرات للولاد عموما، يعني بيكونوا غير مصنفين لسه هيدخلوا انهي قسم. بتبقى اللجنه مكونه من اساتذه من كل الاقسام. في اللجنه دي بيبان ممكن كل طفل ميوله تنفع اكتر لاي آلة. طبعا بنسالهم هما بيحبوا انهي آلة، لكن طبعا بنحط في الاعتبار شكل الايد، حجمها، شكل جسم الطفل نفسه. يعني ممكن طفل صغير قوي يعني هيبقى مثلا آلة التشيلو آلة كبيرة عليه قوي. ممكن حد يكون حابب يعزف بيانو بس جسمه صغير زيادة عن اللزوم. يعني المهم بنحاول نوفق ان كل طالب، اهم حاجة تكون الموهبة موجودة في الاصل، يكون الموهبة موجودة وطبعا امكانياته الجسمانية وودنه طبعا تكون مظبوطة وموسيقية ويعني كل حاجة تمام، وبنساعده ان هو يختار القسم اللي يناسبه اللي هو هيقدر ينجح فيه. بيدرسوا زي مدارس بره، المدارس الحكومية عادي، بس بالزيادة بيضاف عليهم بقى القسم اللي هو العملي. القسم العملي ده بينقسم عندنا لحاجتين: مادة السولفيج. السولفيج ده بمعنى ان هو ازاي يقرا النوتة، ازاي يتعامل لما تتحط قدامه نوت. النوت الموسيقية بيبقى ليها زي كود احنا اللي بنتعلمه، بس زينا زي اللي بيتعلم بيعرف يقرا فرنساوي، بيعرف يقرا انجليزي، بيعرف لغه، فليها حروف وليها رموز وليها كل حاجه لازم يتعود عليها من وقت للتاني، يعرف ازاي يقراها، يعرف ازاي يخلي استيعابه للقراءه الوهليه اللي هي النوته تتحط قدامه وتبقى سريع البديهه ان هو يقرا ويلعب. فالموضوع ده هو بيتمرن عليه في خلال السنين كلها. بقالي 9 سنين. المذاكره بتكون 4 ساعات في اليوم. بدرس مواد تانية برضو تبع الموسيقى، المواد النظرية زي مادة السولفيج ومادة الهارموني، وطبعا بدرس برضو في المدرسة الثقافي دراسة عادية جدا، منهج ثقافي عادي جدا. أنا هعزف مقطوعة بتاعت شوبان اتيود. انا بدرس من سنه 2007، فاختياري للطالب لما بيجي في الكونسرفاتوار او بيجي في قسم الفلوت بختار الاول هل هو عنده استجابه ان هو يقدر ينفذ طلباتي او ينفذ الشكل المفروض عليه عشان يقدر يخرج لي ناتج صوتي كويس، هل صوابعه بتقدر تتحرك بشكل انسيابي او بشكل اقدر اتحكم فيها من خلال التمرين والمذاكره، هل طريقة تنفسه طريقة سليمة، طريقة أعرف أقدر أغير بيها. لأنه حضرتك عارفة أن قسم النفخ إحنا بنغير مفهومه على التنفس. إحنا التنفس بتاعنا بنتنفس من مناخيرنا، البني آدم الطبيعي. أنا في قسم النفخ عندي في قسم فلوت بخليه يغير من فكرة أنه بدل ما يتنفس من مناخيره هيتنفس من بقه، فبيستخدم معدته، بيستخدم أجهزة ثانية جوه جسمه بجانب الرئة. أنا اخترت الفلوت لأنها أرى آلة في النفخ. وأمثل الأعلى دكتور إنيس.